النهار إلى موضوع تجارة التجزئة الإلكترونية، وكما استعرضنا قبل قليل مع زميلتنا مريم العديد من المنتجات المتطورة يجري طرحها والمبتكرة فيها الكثير من الابتكار في هذا المعرض هنا. وعندما نتحدث عن تجارة التجزئة عبر الإنترنت وعبر الشبكة الذكية، طبعا يخطر ببالنا يعني بسرعة موضوع الأمن الإلكتروني وعملية الدفع عبر الإنترنت. على لهذا الموضوع استضيف في هذه الساعة ضيفي من جيمالتو محمد أنيس الشملي، مدير المبيعات لمنطقة الخليج. أهلا وسهلا بك أنيس. يعني بداية، موضوع الأمن الإلكتروني تحديات تكبر مع تطور قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية، في أي مرحلة نحن حاليا في المنطقة العربية من حيث موضوع السلامة أو الأمن الإلكتروني عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات عبر الإنترنت؟ شكرا أخت مي على الاستضافة في هذا المعرض جايتكس. أول شيء كما ذكرت، يعني التجارة الإلكترونية تشهد بصفة عامة نمو مضطرد يعني عالميا وخاصة بمنطقة الخليج. في تقارير تذكر انه قطاع التجاره الالكترونيه بصفه عامه راح يكبر بنسبه 40% من هون الى سنه 2020، خاصه في منطقه الخليج. مبيعات راح توصل ب 2020 ان شاء الله تقريبا لاكثر من 41 مليار دولار، رقم مهول بالنسبه لمنطقه الخليج. شايفين انه هذا التطور طبعا عنده تداعيات اخرى اللي هي التحديات الكبرى اللي تنتج كذلك انه التحايل الرقمي راح يزيد، والارقام هذه كذلك عن عليها يعني تقارير مثلا تحكي انه في وورلد وايد او عالميا كان في تقريبا 25 مليار دولار يعني قيمه التحايلات الالكترونيه في سنه 2014، وهذا الرقم طبعا نسبه كبيره منه يقال انه توصل لتقريبا 25% من هذا الرقم ناتجين على what we call الكارد نوت بريزنت، او العمليه لما تستعمل البطاقه الالكترونيه، لما تستعمل البطاقه الالكترونيه في الانترنت للشراءات الالكترونيه وانت مضطره فور اكزامبل انك تعطي الرقم اللي هو الرقم السري هذا اللي نعم. هذه البطاقه التي الان نراها انيس هي احدث منتج قامت جيمالتو بتطويره للاستجابه لتحديات الامن الالكتروني فيما يتعلق بتجاره التجزئه. اطلقتم هذه البطاقه في جايتكس اليوم او ربما بالامس، ما الذي حاولتم الاستجابه اليه في موضوع يعني الامن عبر المدفوعات المتصله بشبكه الانترنت؟ بالضبط، البطاقه هذه اطلقناها خصيصا بمناسبة جايتكس. هي بطاقة بنكية عادية مجهزة بشريحة يعني فيها كل مواصفات الأمان EMV العادية، إضافة على ذلك هي تتيح كذلك للمستخدم العادي أنه يستخدمها في الإنترنت كأي بطاقة ثانية. طبعا لما تستخدمها في الإنترنت لازم تعطي الرقم السري اللي هو متكون من 3 عادة أو 4 حروف يكون موجود وراء، اللي هو يعتبر CVV أو CVC حسب السكين طبعا المستخدم في البطاقة. جيمالتو أطلقت حصرياً ولأول مرة البطاقة هذه في 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 جايتكس، وهي أمامكم الآن موجودة. الميزة الخاصية المميزة في هذه البطاقة إنه هذه الأرقام اللي شايفينها أمامكم تتغير بصفة آلية كل 20 دقيقة تقريباً. إن شاء الله يكون لنا الفرصة ممكن نشوف إنه الأرقام تتغير أمامكم على هذا الجهاز. طبعاً هي البطاقة الملمس والتفاصيل الثانية كلها كأي بطاقة عادية. طيب هذه البطاقة تستخدم لشراء أونلاين يعني للأونلاين شوبينج، أم أيضا تستخدم كبطاقة ATM أو بطاقة بنكية عادية؟ بالعكس، البطاقة هذه هي كأي بطاقة ثانية يعني مؤمنة بالشريحة اللي موجودة فيها، تستخدم في كل التطبيقات الثانية يعني ATM أو على POS في أي محلات الشراء. الإضافة اللي عملناها السنة هذه أنه الرقم هذا يتغير أوتوماتيكيا بتقنية جوا البطاقة موجودة داخل البطاقة، وتكون تتيح أنه حتى لو صار في تحايل إلكتروني وانسحب هذا الرقم الكريبتوغرافي اللي موجود هنا، المتحايل ما يقدرش أنه يستخدم البطاقة مرة ثانية، فتكون طريقة سهلة جدا للمستخدم، ما عليه أنه يغير أي حاجة في البطاقة بتاعه. Very simple يعني سهلة جدا للاستخدام وتأمن بشكل مريح جدا للمستخدم التجارة الإلكترونية. شكرا جزيلا لك محمد أنيس الشملي، مدير المبيعات في جيمالتو الخليج.